نجم السوري لوجاني اسماعيل، اهلا وسهلا فيك على فوشيا. خلينا نفوت دغري بما انه في عجقه، نحكي عن بطوله فيلم نجمه الصباح وتعاون مع جود سعيد. خليلي اياك، هلا هي مو اول تجربه اكيد يعني مع الاستاذ جود، انا يعني في تجارب اكيد نحن بنوصل لنتيجه، يعني انه نحن بنفهم شوي على بعض، في بعض الملاحظات يعني بناخذها اسرع شوي بحكم يعني الخبره، يعني صارت اكثر من مره يعني متعاملين مع بعض. هلا تجربتي بهذا الفيلم اكيد يعني تجربه كثير خاصه وكثير بعيده عن الاشياء اللي بعملها، كثير مختلفه. بهمني اكيد كممثل اني انا اكون متواجد بهذا المكان، بغض النظر عن نوع الشخصيه، يعني بتعرف انت الشخصيه شوي هيك حده شوي بمواقفها، حده بتفاصيلها، لكن مضطرين نقدم هيك شخصيه نحن. خلينا نقول شوي عند الدراما ونعرف التفاصيل الجديده عن مقابله مع سيد ادم بالجزء الجديد. خلي لي اياك. اي والله يعني تفاصيل ما بعرف، تفاصيل جديده قول يعني انت. هلا اكيد في تفاصيل اكيد مهمه، وان شاء الله يعني يا رب. هلا نحن بنقول ان شاء الله، يعني دائما بنفوت يعني نحن بالعمل دائما، تعرف انت يعني لما بيكون النص هو مكتمل. هلا الحمد لله اكتمل النص وقريناه، يعني في شيء خاص جدا ان شاء الله. هلا ناطرين بقى البدء بالتصوير، لانه بتعرف انت لما نبلش بالتصوير بتختلف، ايه طبعا بتختلف معنا الامور، بتختلف معنا اشياء كتير، وان شاء الله بتتطور كتير. فان شاء الله يا رب، هلا بانتظار جزء منيح يعني ان شاء الله يا رب. لوجاني اسماعيل تحت عنوان مرآة لوجاني اسماعيل، انت واقف قدام المراية، لوجاين الجقل الشاب الاعزب، امتى بيقول بدي اتجوز؟ كثير كثير يعني هلا رح صدق هذا الكلام. امتى بدك تتجوز لوجاي؟ هلا والله ما بعرف، يعني انت عم تسالني هلا يعني شو السؤال، هلا كثير صعب هلا جاوبك عليه. اكيد يعني هلا بتعرف انت ضمن الظروف يعني ضمن الاحوال، هلا ان شاء الله اول ما الله هيك يعني يكتب لنا اكيد يعني انا ان شاء الله. كمان لوجاين انت قدام مرايتك، الحب وين ما كانوا بقلبك؟ يعني هلا اكيد موجود دائما، دائما الواحد بيفكر بهالقصه، بس تعرف انت ظروف العمل يعني كثير صعبه، كثير صعبه عن جد، عن جد كثير صعبه، ما عندنا هذا الوقت الكافي يعني لحتى الواحد يقدمه دائما. فلهيك شوي نحن ظروفنا هلا بنعتمد بقى يا على الصدفه يا على بالحب صدفه يعني رب العالمين. جايين لمين بتقول شكرا عرابي؟ والله يعني هلا اكيد اكيد في ناس كتير يعني طبعا، هلا بابا اكيد يعني انا بوجه له دائما هاي الكلمه لانه هو حدا كتير هيك بالحياه معلم حقيقي. اخر سؤال قدام مرايه لوجاني اسماعيل، شو الخط الاحمر بتقول لا تقرب خط احمر لكل الناس؟ والله يعني دائما في خصوصيات عند الناس، يعني دائما انا بعتبرها خط احمر، يمكن انه خصوصيات الناس هي رايها، هي هيك بتفكر، هي هيك بتتصرف. يعني شو بيخاف لوجاني اسماعيل خوفه الاكبر؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني ما كتير بخاف أنا يعني، بس من شو بدي خاف؟ يعني بخاف، والله بخاف على الناس اللي بحبهم، بخاف على الناس اللي هيك متعلق فيهم طبعا، وحتى اللي يعني بنقدر يعني نحن كممثلين وكفنانين يعني مضطرين نحن مو بس الناس اللي بنعيش معهم فقط نحس فيهم، نحن المشكلة عم نخاف على كل العالم بكل دقيقة، يعني فعلا ظروف قاسية يعني. خليلي إياك.